زوري كتكون ماما عميل واحد بسكافيه وكتري عليه سكر وملح. ملح؟ انا شو مخبص؟ لك انا بس بدي افهم وقت العطل لك بيمرق مرة لك الوقت ما بلحق بشوفه لك ما بلحق المحه وقت الامتحانات لك الوقت ما بمشي شاد مضي شاد مضي تلت دقايق كل هذا تلت دقايق تلت دقايق. الو ايه يا صديق السوق؟ ملل 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 ببساطة حياتي كلها ملل ولك مالي طايق حالي عم خاند ببانشي لك الوقت ما عم يمضي ما عم يمضي بس تجي الاجازة بدي اخرب الدنيا كلياتها بتطلع لي على كل المطارح اللي ما رحنا له بدنا نروحهم كلياتهم ما اخلي ساعة تمضي بالعطلة الا استغلها فهمان؟ روح 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 بدي اعد ثواني روح ثانية ثانيتين ثلاثة أربعة خمسة لذلك تكون متهمة المجنونة متهمة المجنونة شو هالسؤالات؟ ما بدي احفظ بدي احفظ ما عم بقدر احفظ قولك مين دافع اشتراك النت؟ اكيد بابا بكره وقت العطله بكون منتهي الاشتراك لا وعامل حساب لليوتيوب واموره لوز خلينا نجرب هذا الفيلم الشباب شو عم تقول؟ كنت عم بحفظ والله كنت عم بحفظ هلا شغلت اليوتيوب ليش تارك كتابك وما عم تحفظ؟ قوم احفظ لا هو في فيلم متابعه على شاهد بس هداك بده اشتراك بالمصاري وانا بتجنن فيلم بدي اشوفه عم تاخذني على العادي هي الشغلات ليش ما بتجي بالعطل ليش ما بشوفهم انا؟ امي شايفك تعبانه ومشغوله لازمك اي شيء من تحت امانه الله ما بتخجلي او ماي جاد ومن ايمتى شمس ترقعنا لحظه خليني ارقص حوالي انا بحلم ولا بعلم من ايمتى شمس ترقعنا بالعاده مش حتخشى حتى تجي عبادة روح احفظ بسرعه لا انا كان بدي بس اساعدك يعني ما بدي شيء وما لازمني شيء منك منوب وحتى وقت اللي بيلزمني بنزل انا بجيبه عبادة روح على غرفتك احفظ ولا بندهلك ابوك لكن بتجبر حقك تطلبوا مني مليون طلب انا حق علي بدي اساعدك اصلا شرف الكتاب على حق يا مستفز بابا حبيب قلبي كبير البيت واللي بيصرف علينا واقف بذات نفسه على البرندة لا تعذب حالك مصاري ما في طلعة ما في فروح احفظ احسن الي ولا الله يسامحك انا جاي اطلب منك مصاري انا اصلا جاي اسالك اذا لازمك شيء كاسة شاي فنجان قهوة نسكافيه ثلاثة بواحد مليسة اي شيء انت بس طلب منه يا سيدي وهي قاعدة كمان لو انت شايفني قدامك مجنون شيء بدك تروح تضيع وقت تدخل على المطبخ وتجي امك تشوفك ما عم تحفظ وقعد انا وياها ويتعكر مزاجي شو؟ ليش انت بتخاف من امي؟ مين بخاف؟ لا 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 هو مو قصدي روح احفظ شو ضل نشاط معي جلدك عم حكك روح احفظ خلص 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 رحت 112 113 114 115 خلص تمام الوقت ما عم بمضي ذاك الوقت ما عم بمضي ما عم بقدر بحفظ ضميري عم بقول لي اوعك تحفظ لا تحفظ أبو زيك حل عني عم بقول لك انا مالي شو عن جد عم تحكي يخرب بيتك ما جبت مصاري انت اسمع لك هلا انت بطل على هالسد وما حدا يشوفني طاول
منروح عند سكا منروح بنشرب سكافي بالكافيتيريا، بعدين بنقرب نلعب بلاي ستيشن، في جنبنا مدينة ألعاب فاتحة، يا لطيف شي نضيف. لحظة شوي، لحظة. يا كروت طلعات كافيتريات بلاي ستيشن مدينة ألعاب من دوني. فكرة انا شو عم بحالي، اقسم بالله هي الفرص ما بتجيني بالعطلة، ما بشوفها ما بشوفها. لا تاكل هم، انا هلا رح اخليك تتفتل وراح اشممك هوا. يا سيدي بعمرك وحياتك ما شميت منه. حلوان! الو ارينا بزيك. شو؟ لا 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 انا مالي ادرى بنوب، تعبان ونعسان ونايم الله ما خرج بنوب. شو؟ انا قلت لكم بدنا نطلع. طيب يلا يلا ماشي زبطوها زبطوها واحكوا معي يلا. ايه لا مو اليوم يعني اليوم بس زبطوها زبطوها يعني احكوا معي يلا. سلام 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 سلام. شو يا دولفين منك لهم؟ ما عاد تعرفوا تلعبون؟ شو؟ بلا الشاشة مطفية؟ ما بشوفها شغالة غير وقت الامتحانات والدراسة، ايش اللي صار؟ بلا شو؟ لك فهمين لك، وقت الامتحانات وقت الدراسة اشتراك النت مدفوع، نتفليكس مفتوح، شاهد مفتوح، كل الأفلام الحلوة طيب موجودة بس بده مين يتفرج عليها، وقت العطلة لك ما في منهم نوب. الانترنت مين فصل الانترنت؟ بس فهميني ممكن افهم مين فصل الانترنت؟ ضلة يعني لازم اخاف منك انا هلا. ما ابوك هو اللي فصله؟ طبعا ابوي حر، ابوي حر مت ما بده بسطور حر ابوي. يلا يلا عم يجي وينك؟ امي انا مكتوب علي ممنوع اقعد بنوب، ما بصير اقعد بنوب طول خير ان شاء الله. شايف انا كيس الزباله؟ بسرعة بتنزل ترمي لأنه شوي تاني بعفن وانت معفن وبتخلي الزبالة تعفن. نعم هذا كله أنا بدي أنزل أكبه. أنا بس بدي أفهم ما في حدا غيري عايش بهذا البيت يعني ينزل يكبه وما بدي أكب شيء أنا. يا صبور تصبرني أقسم بالله إذا بتنزل هلا بتكبه بجي بشرحك بإيدي. طلع 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 طولي بالك بيك. شو أمي مباشرة بتحول؟ خلاص نازل نازل أمي تحولت جون سينا مباشرة. ضفدع البيت تعال هون. انتو كيف تعرفين؟ لازم اشتغل توصيل طلبات بالبيت ديليفري البيت انا. تفضل بابا. شو بتأمرني يا حبيب قلبي انت؟ روح اعمل لي شاي. بتذكر لما كنت معدي انا من هون من شوي وسألتك بابا بتحب تشرب شي؟ قلت لي لا. هلا حبكت معك بدك هلا كلمة زيادة بقوم بسترسك. روح اعمل لي شاي. انتو شو وصلتكم مع الافتراس اليوم؟ حاضر. وهي احلى فنجان شاي لاحلى بابا. تفضل تركع الطاولة هون. حاضر حاضر. عند احسن ده انا قلت لك روح شي. مو انت قلت لي اعمل لي شاي؟ عملت لك شاي ورايح. عمل لي فنجان هون. الشاي لسه معمول ما شربته لسه عندي. ما بحب ولا الشاي. فوت اعمل لي فنجان هون. امن عيوني بتأمر امر. وهي فنجان قهوة كمان يا سيدي عوافي ان شاء الله. زفتها على الطاولة حطها هون. حاضر فورا. وروح قلت لك شيء انا قلت لك روح. ثانية واحدة بس اعطيني ثانية من وقتك. استاذي الكريم طبعا الرئيس اليوم مشاوي، في عنا طبق مشاوي لحوم نظيفة كتير، اما اذا كنت بتحب تميل للمحاشي بنصحك بالمحاشي كتير، عنا تشكيلة محاشي كتير نظيفة، اما اذا بتحب تفضل الياباري مع العصا عيس فانت بتكون زواق كتير. هلا بنروح نعمل مشروبات في عنا المناضة كتير طيبة، تحب تجربها؟ خلصت؟ خذ كاس الشاي على المطبخ. لكن ماله حظ ضيعت على اي شيء.